في المحاضرة السابقة احنا تحدثنا عن الأمور بصفة العموم، أو احنا بنسميها بلغة القانون، اتكلمنا في الشق العام. النهاردة إن شاء الله إن احنا هنبدأ في محاضرتنا سواء اليوم أو يوم الأربع، هنبدأ بالتخصص، التخصص اللي هو إيه؟ احنا اتكلمنا في كيفية قراءة ملف القضية، ومن أين تبدأ قراءة ملف القضية، وإيه الواجب على المحامي إذا تعرضت عليه قضية يعمل إيه. النهاردة هنبدأ بداية من اليوم هنتحدث بصفة الخصوص، يعني هنتكلم على قضية معينة محددة بالاسم. فكان المفروض طبعا حضراتكم ان احنا نبدأ بقضية خفيفة، يعني كان المفروض الأستاذ حسين قال لي احنا عاوزين تعرض عليهم قضية جرائم الرشوة. جرائم الرشوة إن أنا أبدأ بيها في أول الأمور هتبقى صعبة شوية، لأن قضية الرشوة أو جرائم الرشوة فيها قواعد دقيقة وبتبقى صعبة شوية. فأنا قلت له إن إحنا يعني بس أنا برجوك إن إحنا نبدأ من بعد العموم، إذا بدأنا في التخصص نبدأ بقضية خفيفة وليكن قضية الإتجار في المواد المخدرة اللي هي قضايا المخدرات. ليه؟ قضية الرشوة أو قضية القتل العمد بيبقى أصحاب القضايا لازم بيروحوا لأستاذ كبير في الخبرة، أستاذ عنده خبرة مدة كبيرة، لكن مش هيروح لشاب صغير عشان يقول له خد قضية رشوة اترافع عن أبويا فيها أو اترافع عن ابني فيها أو اترافع عن أخويا فيها. لكن قضايا المخدرات دلوقتي بتتعرض على الشباب كتير، وعشان كده أنا استسمحت الأستاذ حسين إن إحنا نبدأ بكيفية معالجة قضايا المخدرات أمام محكمة الجنايات. يعني لو قضية مخدرات اتعرضت عليك هتعالجها إزاي؟ يعني إذا تحدثت لحضراتكم عن قضية الإتجار في المواد المخدرة ليها دفاع معين، ما يتقالش في قضايا القتل. يعني لو جات لك قضية قتل عمد مع سبق إصرار ما تقولش الدفوع بتاع قضية المخدرات في قضية القتل. لكل قضية دفاع محدد. إذن في قضية الرشوة لما حنيجي نعرضها قدام حضراتكم، قضايا الرشوة هقول لكم الدفوع الواجب فيها ايه. قضايا القتل العمد سواء مع سبق إصرار او سبق إصرار وترصب هقول لكم الدفوع الواجبة في قضايا القتل ايه. في قضايا المخدرات كذلك. حضراتكم قبل ما ادخل في هذه الامور يهمني ان انا اقول لحضراتكم ايه شروط المدافع او المحامي اللي ينجح في التعامل في قضايا المخدرات او في قضايا القتل او في قضايا الرشوه او في اي جنايه من الجنايات. ايش صفات المحامي؟
يجب أن يكون المحامي أو المدافع أمام محاكم الجنايات قوي الكلمة، يبقى أول صفة من صفات المحامي الناجح. أو في محامين كتير قدام محاكم الجنايات مش ناجحين، لكن أنا بقول لك صفات المحامي الناجح أمام محاكم الجنايات أن يكون قوي الكلمة أو ضليع الفم. وأنا ما بقصدش قوي الكلمة أن يكون عالي الصراخ، لا، قوي الكلمة إذا تحدث في محكمة الجنايات، في قاعة محكمة الجنايات، فهمه كل من في القاعة، وإذا تكلم سمعه الجميع. حضراتكم دي أول صفة من صفات المحامي الناجح، أن يكون قوي الكلمة أو ضليع الفم. يعني إذا دفع قدام المحكمة دفع، وليكن الدفع هو بطلان القبض والتفتيش، لبطلان صدور إذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات، لازم كل كلمة تكون واضحة، ما يكونش الكلام مضغوط، ما يكونش الكلام غير مفهوم، لأن القاضي مش هيقول لك إيه يا أستاذ بتقول إيه، مش هيقول لك الكلام ده أبدا. الدفع ده مكون من 10 كلمات، لازم 10 يوصلوا للقاضي، مش يوصل له 5 وتبلع 5. ودي انت بتلاقيها في بعض أصدقائك أو زملائك، يجي وقت يتكلم أو واحدة تتكلم مع زميلتها والتانية ما تبقاش فاهمة هي، يعني ما فهمتش هي عاوز تقول ايه، الكلام بيبقى مضغوط مش واضح. يبقى لازم قدام المحكمة لازم يبقى حديثك واضح، تقول الدفع كل كلمة مفهومة ومسموعة، بطلان القبض والتفتيش، لبطلان صدور إذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات، كل كلمة لوحدها، وما فيش كلمة ركبة على الكلمة اللي بعدها أو اللي قبلها. يبقى قدام القاضي خلاص وصل الدفاع وتملاه القاضي وتملاه أمين السر، غير كده ما ينفعش. الصفة الثانية، يجب أن يتمتع الأستاذ المحامي الناجح أمام محكمة الجنايات بقدر من قوة الشخصية، بجزء أو قدر من قوة الشخصية. ليه؟ أنا قريت القضية وعدتها مرة واثنين وثلاثة وخمسة، وجهزت الدفاع بتاعي والدفوع بتاعتي، هو فاضل بقى ان انا اترفع. لو ما عنديش قدر من قوة الشخصية حاجة قدام القاضي، مش هعرف اطلع من زوري كلمة، مش هطلع من جوفي ولا كلمة، هيبقى الكلام محشور في زوري. ليه؟ لو انا مهتز، لو أنا ضعيف الشخصية، لو أنا ماليش في الاجتماعيات وفي الحديث مع زملائي، حاجة أتكلم مش عارف أتكلم. وعشان كده من صفات المحامي الناجح أن يتمتع بقدر من قوة الشخصية، يبقى قدام واقف قدام القاضي، واقف على أرض ثابتة. وديت لن يتأتى للأستاذ المحامي هذه الصفة إلا إذا كان قارئ جيد وباحث جيد، يعني بيقرأ على طول بصفة مستمرة، والقراءة
مش هي القراءة في القانون بس. أنا ما بنصحش إنك تقرأ في القانون على طول، يعني عندك قضية وفيها مخدرات وفيها مقبوض على واحد بحيازة وإحراز، تروح جايب أنت قانون الإجراءات وقانون العقوبات وتفضل تقرأ فيهم وبس. لا لا، لازم تقرأ من الكتب، من الكتب الأدبيات، ولازم تقرأ من السيرة، ولازم تقرأ من كل الكتب، لأن رسوخك في القانون هو بمدى اطلاعك من خارج القانون. رسوخك في القانون هو بمدى اطلاعك من خارج القانون. احنا في قضايا اللي كانت بتبقى معروضة علينا، في قضايا القتل العمد، ناس راحوا جايين وضربين واحد على الزراعية مثلا في الفلاحين، ضربوا بالنار، والوقت كان في وقت الغيوم، وقت قرب المغرب. لازم عشان توصف هذا الحادث للمحكمة لازم يبقى عندك قدرة على التصور، تنقلهم إلى مكان الحادث من خلال الأوراق ومن خلال الحديث. وده لن يتأتى هذا الأمر للإنسان أو للمحامي إلا إذا كان كثير الاطلاع. إحنا دايماً يبقى مع كتاب القانون بيبقى فيه برضو، يبقى نايمين كده ومعانا على كومودينو كتاب لطه حسين، ليحيى حقي، إحسان عبد القدوس، أو يعني أخذ من ده فصل كده أشوفه هو بيصور الأماكن. هو مسافر في إنجلترا كان بيحكي عن الشوارع إزاي ويوصف لي، فأنا أبص ألاقي نفسي إن أنا منقول لشوارع لندن وأنا ما روحتش، لكن من خلال تصور الكاتب. وعشان كده أنا برضو لزملائي بنصحكم بقراءة الأدبيات، لأنها هتفيدك دايماً إذا كنت عزمت وهتتوكل على الله في العمل في مجال المحاماة. حضراتكم الصفة الثالثة هي أن يداوم على القراءة والبحث، لأن بدون قراءة مش هتعرف تقول حاجة. يعني أنا لغاية امبارح ولغاية من قيمة 3 أيام ألاقي الزملاء ليا شباب أو برضو كبار في السن، يجي في القضية بتاع القتل ويقول له أنا بطلب البراءة يا فندم استنادا على الدفع بانتفاء القصد الجنائي في حق المتهم، ويروح قايل دفع تاني ودفع تالت وما قالش حاجة في القصد الجنائي، ما شرحش، هو قال بس دي، مش عارف هو جابها منين، يعني يا إما واحد قال له بقولها، يا إما سمع محامي بيقولها فقال ما أنا هقول زيه. لكن بالقراءة أنت هتقول الدفع وهتشرحه قدام المحكمة، لأني حضراتكم في قضاء في قضايا القتل خاصة كانوا بيبقوا جايين وعندهم قناعة ويقين الإدانة، وبنعرف الكلام ده بعد كده، بيبقى عندهم جايين بالإدانة للمتهم. ودي كانت قضية في المنصورة، 3 قتلوا واحد سواء تاكسي أو متهمين بكذا، وجايين 3 قضاة واخدين يقين الإدانة، واخدين الإدانة بحكم مغلظ، حكم جديد مشدد. فإحنا بدأنا الحديث قدام المحكمة، ورحت دافع دفع ودفع تقيل شوية، وأنا حقوله من باب الحديث بس، دفعت ببطلان الاقتران بين جريمة القتل
وجريمة السرقة، لأن هم قالوا في الورق إن هم يعني ارتكبوا جريمة القتل لتسهيل سرقتهم للتاكسي. هم ركبوا التاكسي وبعد ما ركبوه جم في حتة فاضية كده وقالوا للسواق وقف، وقف، قالوا عشان ننزل، راح نازل، فأحد الراكبين في الخلف عاجله بضرب على رأسه من الخلف وتلتها عدة ضربات، فأصابته بإصابات أودت بحياته، وسرقوا التاكس واتقبض عليهم وقدموا إلى المحاكمة، وطلبت النيابة الحكم بإعدامهم. وجايين، وأنا حسيت من حديث القاضي إنه جاي هو والدايرة يحكموا بحكم مغلظ اللي هو الإعدام. الدفع اللي أنا دفعته ده، وأنا حب أقوله لكم في قضايا القتل لما أشرحه، الدفع ده يجعل إني بتنزل بالعقوبة من عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد، فأنا دفعته. فحسيت، قال لي طب استنى استنى قوله تاني بعد إذنك، وراح كده بقول له الجزئية التانية من الدفع، قال لي ده تبعه برضه، قلت له تبعه برضه. أدي حضراتكم، فأنت دفاعك قدام المحكمة سواء مخدرات أو رشوة أو قتل، أنت لازم تبقى جاهز وقارئ للقضية قراءة جيدة، لكن إن أنت رايح عشان تقول كلمتين وخلاص ما ينفعش. عمرك ما هتبقى محامي. وخلوا بالكم، زي ما أستاذ بيقول لي، المحاميات مش ما بيبقوش ليهم جو في المحاماة، الكلام ده غلط. أنا بقوله حتى لو هو موجود دلوقتي، الكلام ده غلط. أنا متخرج من مكتبي أشهر محامية في قضايا الجنايات في مصر كلها. ليه؟ كان هي غاوية، كان هي حبة، فكانت بتدام وكانت تبقى حريصة على إنها تحضر معايا في القضايا الجنايات. فطالما خدت الطريق ده لازم تنجح، وعشان تنجح بقت تاخد بأسباب النجاح في كل قضية، حتى وصلت إنها تعتبر من أشهر محاميات الجنايات في مصر في هذا الوقت. فحكاية بنتي دي، لا لا لا، أنا ضد الكلام ده. هو هي الموضوع موضوع إن أنت تاخد في القضية بأسباب النجاح، أن تقرأ القضية قراءة جيدة، أو زي ما سعد زغلول، ما أنا قلتها قبل كده لما بيقول له العقاد، وهو كان الأنتيم بتاعه، سعد زغلول كان محامي مش نقيب محامي، بيقول له كيف أصبحت محاميا شهيرا؟ قال له كنت أقرأ القضية قراءة جيدة، وكنت أمين وصادق مع كل من يتعامل معي، وكنت أحترم القضاء. شفتوا الثلاثة؟ سعد زغلول كان محامي، وتم تعيينه رئيس محكمة استئناف القاهرة، وهي كانت محكمة استئناف واحدة بس. بعدين بقى وزير حقنية، بعدين بقى رئيس وزراء، وبعدين بقى رئيس مجلس نواب. فإحنا أسلفنا عظام، إحنا عاوزين نبقى ريحة بس منهم، ولن يتأتى لنا ذلك إلا إذا تمسكنا بأسباب النجاح في كل قضية. أي قضية تتعرض عليا ما أقولش لا، طب ما هو أول امبارح ما كان عندي قضية قتل ما هي زي دي، لا، لكل قضية ظروف معينة وملابسات معينة وأحداث معينة، ولكل قضية مخدرات حديث. النهاردة أنا عندي قضية حشيش متقبض عليهم بالإتجار في الحشيش، من قيمة أسبوع كان هيروين، من قيمة اللي قبلها بأسبوع كان أفيون. لكل قضية حديث. اوعى تقول ما انا كان الاسبوع اللي فات ما انا كان عندي نفس الكلام هقوله نفسي، وتروح ناقل ده تحطه في ده، لا لا، الكلام ده ما ينفعش. انا حتى الان بعد اكثر من 40 سنه
القضية تقرأ مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، لدرجة ان انا لا استعين بأي ورقة قدام القاضي وافضل ماسكها كده واقرا منها، لا لا لا، انا القاضي، انا المحامي حافظ كل كلمة في القضية، المتهم حفظه اسم ثلاثي ورباعي، والشهود كذلك، والضابط حفظه ثلاثي ولو اسمه رباعي حفظه برضه، خلاص من كتر القراءة خلاص. فده اللي احنا بنقوله لزملائنا، زملائي الأعزاء، عشان أبدأ القضية معكم، قضية المخدرات، أقول لكم ما هي الدفوع الواجبة في قضايا المخدرات. الدفوع اللي أنا حوطها تحت إيد حضراتكم دي هتحتاجها بكرة وبعد سنة وبعد 10 سنين وبعد 15 سنة. هذه الدفوع لن يخرج عنك أي دفع، هتجد عند عرض قضية مخدرات عليك هتجد الدفوع دي هي اللي انت هتستخدمها، هتتوسع تقرأ وتحط شرح ليها زي ما انت عايز. واحد، الدفع الأول بطلان القبض والتفتيش، وأنا بستسمحكم بس أعيد مرتين عشان اللي بيكتب، بس بطلان القبض والتفتيش لبطلان صدور إذن النيابة العامة، لعدم جدية التحريات، أو لعدم وجود جريمة قد وقعت بالفعل تبرر صدور الإذن. بطلان القبض والتفتيش لبطلان صدور إذن النيابة العامة، لعدم جدية التحريات، أو لعدم وجود جريمة قد وقعت بالفعل تبرر صدور الإذن. نمسك هذا الدفع عشان بقى نطبق أي قاعدة قانونية على القضايا اللي تعرضت علينا. أنا كل قاعدة قانونية هقولها لحضراتكم هقول لكم أنا عملت فيها إيه لما تعرضت علي قضية في هذا الأمر. أنا مش هتحدث في فقه ولا في قانون، لأن أنتوا شبعانين من الكلام ده في الكلية، لكن أنا اللي هقوله هقول القاعدة القانونية وهطبقها على القضية اللي تعرضت علي، سواء في المخدرات، سواء في القتل، سواء في أي جناية من الجنايات. يبقى الدفع بتاعنا الأولاني بطلان القبض والتفتيش لبطلان صدور إذن النيابة العامة، لعدم جدية التحريات، أو لعدم وجود جريمة قد وقعت بالفعل تبرر صدور الإذن. إذن النيابة العامة عشان يصدر لابد من توافر شرطين، عشان وكيل النيابة العامة يصدر إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش والتسجيل السمعي والتصوير المرئي، لما بيجوا صوروا اثنين في جريمة رشوة وبيحط لهم كاميرات في المكان اللي هيقعدوا فيه عشان وهو بيقبضوا الفلوس وهو بيشيل الفلوس، كل الكلام ده لازم إذن النيابة العامة. إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش، بالتسجيل السمعي، بالتصوير المرئي، لابد أن يتوافر في هذا الإذن شرطين: أن تكون هناك تحريات جدية سابقة على صدور الإذن. يعني وكيل النيابة قبل ما يصدر الإذن يبص للتحريات اللي كتبها القاضي، اللي كتبها ضابط المباحث،
لو لقى توافر الشرطين دول يدي الاسم. أما إذا تخلف شرطي الإصدار أو أحدهما امتنع عن صدور الإذن، لأن لو صدر الإذن مع تخلف شرطي الإصدار أو أحدهما صدر باطلا وبطل القبض والتفتيش وما تلاه من إجراءات. يبقى حضراتكم وكيل النيابة، يعني أول ما الضابط بيكتب محضر التحريات، خلوا بالكم محضر التحريات ده اللي بيكتبه ضابط المباحث بس، يعني لا المأمور يكتبه ولا أمين الشرطة يكتبه ولا ضابط النبطشية يكتبه، ضابط المباحث هو الشخص الوحيد الذي يحرر محضر التحريات أو أحد معاونيه تحت إشرافه. يعني يقول للبلوكامين المباحث اكتب لي محضر التحريات، اكتب. اتصل بي أحد مصادر السرية وأبلغني أن فلان الفلاني يتاجر في المواد المخدرة. بس يبقى كتابة المحضر تحت إشراف رئيس المباحث. حضراتكم بعد ما يكتب اتصل بي أحد مصادر السرية وأبلغني أن فلان الفلاني يتاجر في المواد المخدرة وأنه يحوز حاليا كمية كبيرة من المواد المخدرة في شخص ومسكنه، ولذلك سنتوجه إلى السيد وكيل النيابة المختص لاستصدار إذن بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتحري عنه. ويروح ماضي، أدي ضابط المباحث ويروح واخد محضر التحريات لوكيل النيابة عشان يديله الإذن. وكيل النيابة يبص للمحضر ده وجد الشرطين متوفرين يديله الإذن، وجد إن الشرطين دول مش متوفرين أو أحدهما مش متوفر يمتنع عن إصدار الإذن. إيه الشرطين دول؟ يجب أن تكون هناك تحريات جدية سابقة على وجود الإذن، سابقة على صدور الإذن. يجب أن تكون هناك تحريات جدية سابقة على صدور الإذن، واحد. يجب أن تكون هناك جريمة قد وقعت بالفعل عند صدور الإذن. يبقى الشرط الثاني إيه؟ يجب أن تكون هناك جريمة قد وقعت بالفعل عند صدور الإذن، لأنه لا يجوز أن يصدر إذن النيابة العامة لضبط جريمة ستقع في المستقبل حتى لو تحقق وقوعها. وأنا هنا لو جينا طبقنا الشرط الثاني ده لقيت ضابط المباحث في قضية كانت معروضة عليا في منطقة اسمها منطقة عين شمس في المطرية كده، لقيت ضابط المباحث كاتب كده في القضية، اتصل بي أحد مصادر السرية وأبلغني أن فلان الفلاني على موعد لتسلم كمية من المواد المخدرة الساعة 6 من مساء اليوم. هو بيقول الكلام ده في المحضر إمتى؟ الساعة 10 الصبح. وراح واخد محضر التحريات وقال له اتفضل لوكيل النيابة. وكيل النيابة بص قال له طب انت عاوز ايه؟ قال له انا عاوز تديني اذن على اساس اول ما يستلم الساعة 6 المخدرات اقبض عليه، متلبس بالكلام ده. لو اداله اذن واستنى وخد الاذن واستنى الساعة 6 وقبض على المتهم وقبض على المخدرات يبطل القبض ويبطل التفتيش وما تلاهما من إجراءات. ليه بقى؟ لأن عشان يصدر إذن النيابة العامة لابد من توافر الشرطين اللي احنا قلنا عليهم، أن تكون هناك تحريات جدية سابقة على صدور الإذن، واحد.
أن تكون هناك جريمة قد وقعت بالفعل عند صدور الإذن، لكن عند صدور الإذن ما كانش فيه جريمة وقعت. هو اداله راح لوكيل النيابة وقال له حضرتك فلان الفلاني بيتاجر في المواد المخدرة وإنه على موعد لتسلم كمية من المواد المخدرة الساعة 6 بالليل النهاردة، الساعة 10 الصبح. لو اداله إذن على إنه يقبض على التاجر ده عند التسلم الساعة 6 بالليل ما ينفعش. ليه؟ لأن الشرط الثاني من صدور إذن لصدور إذن النيابة العامة يجب أن تكون هناك يجب أن تكون هناك جريمة قد وقعت بالفعل عند صدور الإذن، وصدور الإذن لازم فيه جريمة. وضحت الجزئية دي؟ طيب إيه بقى موضوع التحريات الجدية؟ أولا تحري يعني تحريات يعني إيه التحريات؟ هو التحري عن الحقيقة، يعني ضابط المباحث كتب محضر تحرياته بيقول اتصل بي أحد مصادر السرية وأبلغني أن فلان الفلاني يتاجر في المواد المخدرة وأنه يحوز حالياً كمية من المواد المخدرة في شخصه وفي مسكنه، وعليه سأتوجه للسيد وكيل النيابة المختص لإصدار الإذن بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتحري عنه. حضراتكم لازم الضابط هنا ما يكتفيش بالمعلومات اللي وصلت من المصدر السري. لو خد المعلومات دي وقال اتصل بي احد مصادر سريه وابلغني ان فلان الفلان يتاجر في المواد المخدره وانه يحوز كميه من المواد المخدره في شخص ومسكنه، وعليه ستوجه الى السيد وكيل النيابه العام المختص لضبط وتفتيش شخص ومسكن متحرر عنه، وراح وداه كده وصدر الاذن يصدر باطل لان مفيش تحريات. ده لازم يكتب لي في محضر التحريات وقد تأكدنا من صدق البلاغ. احنا هنرد على الحاجات اللي بتجينا من الزملاء بس بعد ما نخلص ان شاء الله. لازم انه يتأكد. يبقى التحري هو ايه؟ التحري عن صدق البلاغ اللي وصله، انه يتاكد ان البلاغ ده صديق، مش واحد بيفتن على واحد او واحد بيوشي واحد او واحد بيكيد لواحد يقول لانه بيتاجر في المخدرات تيجي الشرطه تقبض عليه ويكون هو بينه وبينه ضغينه. لا، لازم الضابط يقول وقد تاكدنا من صدق البلاغ كده، يروح رايح لسيد وكيل النيابة يستصدر الإذن بضبط وتفتيش. تعالوا بقى نشوف التحريات جدية ولا مش جدية إزاي. سيد وكيل النيابة بعد ما قرى المحضر تحريات راح مديله إذن، نأذن للسيد النقيب فلان الفلاني بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتحري عنه على أن ينفذ الإذن لمرة واحدة خلال 3 أيام. حضراتكم خد الإذن وراح ينفذه بقى اللي هو محضر الضبط. قال الضابط بقى راح كاتب في محضر الضبط كده نفاذا لإذن النيابة العامة الصادر لنا الساعة 12 ظهر اليوم، قمت والقوة المرافقة لتنفيذ الإذن فقابلنا المأذون بضبط وتفتيشه بالطريق العام فاستوقفناه وفتشناه فوجدنا في جيبه علبة سجاير مارلبورو حمراء، وفتحناها لأنه لقينا فيها 3 سجاير مارلبورو ملفوفين لف يدوي يبرز من فوهتهم عشب أخضر جاف
يشبه نبات البنجو المخدر، فقبضنا عليه ورجعنا إلى الاسم لتحرير محضر بالواقع. إيه رأيكم في القبض ده؟ ليه؟ الله يفتح عليك. أنت مش قلت إنه في تحرياتك، مش قلت إنه بيحوز كمية حالياً من المواد المخدرة في شخصه وفي مسكنه؟ ألا وأنت اكتفيت بالثلاث سجاير بس وبعدين عاوز ترجع تعمل محضر بيه؟ يبقى أنت عارف إن مفيش في البيت مخدرات، بس أنت كده أدخلت الغش على مصدر القرار، قلت له ده فيه مخدرات في شخصه وفي مسكنه، فاديني إذن عشان أفتش الشخص والمسكن، فإداك الإذن ثقة فيك، لكن طلعت إن أنت أدخلت الغش على مصدر القرار، الأمر الذي ينشأ للمتهم الحق بالدفع ببطلان القبض والتفتيش لبطلان صدور إذن النيابة العامة. لإيه؟ لعدم جدية التحريات. الله يفتح عليك، لعدم جدية التحريات. أنت ما كنتش جد، لأنك لو كنت جدي في تحرياتك كنت أنت فتشته ولقيت فيه علبة سجائر، لقيت فيها حشيش وبانجو والكلام ده، ما أنت واخد إذن بالتفتيش شخص والمسكن. كمل وروح شوف البيت بقى الكميات اللي أنت قلت عليها، لكن أنت عارف أن أنت ما فيش حاجة، أنت كنت بتكذب بس وأدخلت الغش على مصدر القرار. زملائي الأعزاء، إذن النيابة العامة هو أخطر ورقة في أوراق القضية. إذا تمكنت منه اتمكنت من القضية برمتها. حضراتكم، إذن النيابة العامة احنا قلنا له بطلانين، بطلان صدور يبطل إذن النيابة العامة إذا صدر باطل، إذا تخلف شرطي الإصدار أو أحدهم، أدي بطلان. البطلان الثاني إذا بطل الإذن ذاته. يبقى احنا قلنا البطلان الأول هو بطلان صدور إذن النيابة العامة إذا تخلف شرطي الإصدار، اللي هو تحريات جدية سابقة على صدور الإذن، وأن تكون هناك جريمة قد وقعت بالفعل تبرر صدور الإذن. أدي البطلان الأولاني اللي هو بطلان الصدور. أما البطلان الثاني يبطل إذن النيابة العامة إذا تخلف ركن من أركان الإذن. عشان تعرف ان الاذن ده باطل بقى، احنا قلنا عشان تعرف ان الاذن صدر باطل او سليم لازم تعرف شرطي الاصدار، اذا تخلف شرطي الاصدار او احدهما بيصدر باطل. في بطلان تاني بقى للاذن ذاته، تعرف انه سليم وانت بتبص على اذن النيابة العامة في القضية اللي معروضة عليك، تعرف اذن النيابة العامة سليم ولا باطل. تعرفه ازاي؟ لازم تعرف اركانه. أركانه هي الآتي: واحد، يجب أن يكون إذن النيابة العامة مدونا بالكتابة، خد ده أصل عام، يجب أن يكون إذن النيابة العامة مدونا بالكتابة. أي إذن يصدر من السيد وكيل النيابة يجب أن يكون مدونا بالكتابة، بين قوسين كده أصل عام، ولكن استثناء من الأصل العام يجوز أن يصدر إذن النيابة العامة شفهيا أو برقيا، شفهيا بالتليفون أو برقيا بالتلغراف، إن الضابط يحصل عليه بالتليفون. يبقى يجب أن يكون إذن النيابة العامة مدونا بالكتابة أصل عام، ولكن استثناء من الأصل العام يجوز أن يصدر إذن النيابة العامة شفهيا أو برقيا في حالة الضرورة أو حالة الاستعجال، في حالة الضرورة أو حالة الاستعجال.
الركن الثاني، الكلام اللي بقوله لكم ده ما بقاش موجود في الكتب الجديدة، لكن لو حضراتكم بتحتفظوا بالكتب القديمة اللي قبل 50 سنة ولقيت كتاب قانون قبل 50 سنة احتفظ بيه، لأن هو ده اللي فيه الفقه الجنائي المتعمق. أما اللي موجود دلوقتي حاجة هامشية ما تشبعش الأستاذ المحامي اللي عاوز ينجح أو الدكتور اللي بيحضر رسالة الدكتوراه ما يلاقيش. السبب الثاني أو الركن الثاني، يجب أن يثبت المحقق اسمه وتوقيعه والجهة التابع ليها، ده الركن الثاني. يجب أن يثبت المحقق، أو المحقق ده اللي هو وكيل النيابة اللي بيصدر الإذن، اسمه وتوقيعه والجهة التابع لها، لأنه لا يجوز أن يصدر المحقق أي إجراء من إجراءات التحقيق، لأنه لا يجوز أن يصدر المحقق أي إجراء من إجراءات التحقيق خارج نطاق اختصاصه المكاني، خارج نطاق اختصاصه المكاني، إلا إذا كان هذا الإجراء مرتبط بتحقيق مفتوح أمامه، لأنه لا يجوز أن يصدر المحقق أي إجراء من إجراءات التحقيق خارج نطاق اختصاصه المكاني إلا إذا كان هذا الإجراء مرتبط بتحقيق مفتوح أمامه. يعني بتاع وكيل نيابة السيدة زينب بيحقق في جريمة قتل، والسلاح بتاع الجريمة ده القاتل خباه عند شقة أخته في مصر الجديدة، ما يقدرش يصدر أمر بتفتيش شقة أخت المتهم اللي موجودة في مصر الجديدة إلا إذا كان فتح التحقيق. سين، أنت متهم بكذا. أيوة يا فندم أنا قتلت، عشان ما ادتنيش بقية التمن بتاعي. طب فين سلاح الجريمة؟ أنا خبيته في شقة أختي في مصر الجديدة. امضي، يروح ماضي، نأذن، يدي إذن، لكن قبل ما يفتح التحقيق لا يجوز أن يصدر المحقق أي إجراء من إجراءات التحقيق خارج نطاق اختصاصه المكاني إلا إذا كان هذا الإجراء مرتبط بتحقيق مفتوح أمامه. الركن الثالث والأخير، يجب أن يثبت المحقق ساعة وتاريخ الإذن ومدته، اللي هي إيه؟ 24 ساعة، 48 ساعة، 3 أيام، أسبوع، يصدر الإذن لمدة أسبوع، شهر. ساعات عندي في قضايا الكبيرة قوي بتبقى بيدي بتوصل لغاية 3 أشهر الإذن، لما بيكون قبضوا على مجموعة وفاضل المجموعة التانية بيبقى بيطلعوا إذن ليها تاني بهذا الشكل. يعني حضراتكم يجب أن يثبت المحقق ساعة وتاريخ الإذن، ويكتب كلمة على أن ينفذ الإذن لمرة واحدة. ليه ما يتنفذش مرتين؟ يعني كل ما يروح وما يلاقيش الراجل عنده مخدرات يرجع وروح رايح له بكرة وروح رايح، لا، مرة واحدة. ليه؟ لأن مرة واحدة دي مرتبطة بمقدمات الإذن، ما هي مقدمات الإذن عشان يصدر يجب أن تكون هناك تحريات جدية وأن تكون هناك جريمة قد وقعت بالفعل عند صدور الإذن. طب أنت هتنفذ أكثر من مرة واحدة دي، ما أنت مش جدي، وإن دي ده عنده في البيت مخدرات تمام، وفي جريمة إنه بيحوز حاليا كمية كبيرة، خلاص أدي مقدمات الإذن، يبقى أنت هتاخد الإذن من هنا تروح قابض عليه من هنا إلا إذا كنت أنت غير جدي. أنا كنت نفسي أكمل معاكم لكن
تمنياتي لكم بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.